في بعض الولايات الانتخابات المبكرة بالبريد، في بلد بيجي من بيختلف من ولاية لولاية في القوانين اللي الولاية بتنتخبها، وبهذه الفرصة يعني الأساسي فيها انتخاب رئيس الدولة، ولكن في بعض الحاجات زي السنت، انتخاب سنت أو انتخاب قوانين معينة خاصة بالستيت بتبقى موجودة في البلد بتاع البريد. يعني سيادتك طبعا عارف ان الانتخاب ده المفروض ان هو حاجة سياسية بممارسة سياسية للمواطن، وده من حقه انه يدلي برأيه وتعبيره، وفي الاخر ده رأيه هو اللي هيصب في مرحلة الاختيار سواء القوانين او رئاسة الدولة. اتفضل يا فندم. تمام. يعني من درك الموقف ده بناشد كل من يحمل الجنسيه الامريكيه ان يدلي برايه في هذه الانتخابات لاسراء العمليه الديمقراطيه طبعا في امريكا، وايضا ده صوت ما يجعش. يعني احنا نقدر نقول الجاليات العربيه في امريكا تتجاوز حوالي 5 مليون عربي، يعني دول لو يملكوا قوه تصويتيه لو يقدروا يروحوا كلهم الانتخابات ده يبقى شيء جيد بالنسبه ليهم ولمستقبل ولادهم بلا شك. وايضا اذا انتخبوا متفرعين تتفق ميولهم مع ارائهم فده برضه شيء يعني جيد، بحيث ان هم بعد كده متفرعين في المستقبل هم دول هيحطوا القوانين الامريكيه، فيبقى عمل جيد ليهم ولاولادهم في المستقبل القريب ان شاء الله. تمام. سياده المستشار، الانتخابات الامريكيه مهمه للعالم كله مش لامريكا بس. تمام. ودرجه اهميتها هي مكانه امريكا العظمى في كل العالم، في سيطرتها على تقريبا سوق البترول، وطبعا مش سيطره كيوبيتد يعني مش احتلال، لا ده بالاتفاق، هي بتعرض السعر العالمي وبتضمن كمان بقوتها وصول المنتج من مكان الى مكان، فهي الامن العالمي هنا امريكا مسؤوله عنه تماما، وايضا الاسعار اللي بتتفاهم فيها مع الدوله المنتجه سواء للبترول او الغاز او لاي منتج اخر. فاهميه امريكا تنبع من مسؤوليتها العالميه من حفظ الامن العالمي، وايضا من انها مسؤوله رقم واحد قدام العالم عن سوق البترول وعن سوق الاغذيه وعن سوق القمح وعن سوق السلاح وعن كل حاجه. فهل الاحقيه دي العالم العربي شاعر بيها، ولا هو واخدين شعار ايران الشيطان الاعظم والحاجات اللي بتقال يعني، والاعلام العربي ما هواش منصف الحقيقه لأمريكا في بعض الحاجات، رغم ان تعاون كامل بين دول المنطقة زي الامارات والسعودية والبحرين وحتى مصر تعاون كامل تماما في استراتيجية الامن العالمي. يعني كلمنا شوية عن الاختلافات وكلمنا على ان الحكومة في وادي والشعب في وادي تاني. اتفضل يا فندم. صحيح. شوف حضرتك، طبعا في نسبة كبيرة من الشعب لا يزال يؤمن بنظرية المؤامرة حتى الان، يقول لك الشيطان الاعظم امريكا، ان كل مؤامره بتيجي من مدينه امريكا، غلاء الاسعار من امريكا، لو الدنيا الحراره ارتفعت يقول لك اصل امريكا بتعمل انبعاثات حراريه، لو حصل زلازل يقول لك اصل امريكا بتعمل تفجير نووي، حتى برج التجاره من امريكا نفسها ضربت، قال لك ان عمل كده الحكومه الامريكيه نفسها اللي كده دبرت يعني تقتل 3000 مواطن من مواطنيها عشان تتهم العرب لمجرد بس اتهام بن لادن، كان هي دي اللي قلبت الدنيا. فطبعا النظريه دي خلاص ما حدش بياخد بيها الناس يعني الانترنت والشيوع الاعلام او شركه الاتصالات، ما بقاش معظم الناس يعني لسه بتسمع هذا الكلام، حتى الناس اللي بتردده هي في قرارات نفسها مش مصدقاه. اذا قابلت اي واحد من رواد نظريه المؤامره ديت هو نفسه مش مصدق الكلام ده، لكن هو بيحاول يغازل الطبقه البسيطه جدا وهي كتيره، يعني الطبقه البسيطه مش مثقفه كتيره، فبيحاول هو يغازلهم عن طريق ترويج هذا الكلام، لكن هو نفسه العظمى. هي ايضا بتتحكم في طباعة بتاع الدولار من سنه 1992 لما امريكا عملت اتفاقيه برضه ده عالميه مع معظم الدول ان هي قيمت احتياطي الذهب بالدولار، وبالتالي وهي الوحيده الدوله بتطبع الدولار، فبالتالي قدرت ان هي تتحكم في كل السوق العالمي. وهي نظره ايجابيه مش سلبيه، يعني في وجهه نظري هذا شيء ايجابي، لان هنا قدرت امريكا تتحكم في هذه الاسعار، وفي نفس الوقت لو دولة أخرى زي مثلا كوريا الشمالية لو افترضنا هي اللي بتعمل كده، الدول دي الغير متزنة والدول دي اللي هي لا تملك يعني قرار حكيم وسياسي ممكن تقلب الموازين، لكن كون الأمر يقع في دولة زي أمريكا تتميز بهذه الحكمة للاستقرار السياسي والاقتصادي على منذ إنشائها وحتى الآن،
فده يعني شيء بعتبره من وجهة نظري شيء جيد. تمام. الولايات المتحدة الأمريكية مؤثرة حتى في الناتو، ولكن الناتو يأتي في المرحلة الثانية للولايات المتحدة الأمريكية. في آخر حديث لبوتين عن يعني تقدم الصين، وإن الصين سبقت أمريكا 15 سنه، ما اعرفش هو جاب الكلام ده منين، وقال ان الاقتصاد الصيني يعلو على الاقتصاد الامريكي، لكن في اقتصادات دوله مش في اقتصاد الفرد. وهنا الحقيقه هو اخطا خطا مباشر، لان هو نفس الحكايه، هو عنده برضه اقتصاد الفرد عنده ضعيف جدا في روسيا، فهو نفس الحكايه انه السلبيه اللي عنده هيجيبها ايجابيه. يعني حجم المليارات المتبادله ما بين روسيا والصين تصل الى 240 مليار، وان خد هذا المقدار معيار التبادل التجاري ما بين الصين وروسيا، وان الصين هتنتمي لروسيا اكتر من انتمائها للعالم، وده غير شيء غير واقعي، لان الصين بتنتمي للعالم الامريكي والاتحاد الاوروبي من 30 ل 40 تريليون دولار استثمار في الاراضي الصينيه بمعرفه اوروبا وامريكا. فالرقم 240 مليار لا يعد شيء في هذه المعادله. يعني الحاجه الثانيه ان يعني ما هو الفرد نفسه وامكانيه الفرد وما يمتلكه الفرد في الراسماليه اللي هي واضح انها سادت العالم الان، ان هو ده الاقتصاد الجديد، مش الجديد، القديم الحديث يعني، يعني اللي الناس فهمته ان اقتصاديات الفرد وفي الاخر خالص بتنم على ان الدوله دي غنيه، الدوله دي قادره، الدوله دي عندها تنميه ولا لا. ايه رايك في يعني ما قال بوتين، وقال وحتى يعني اتهاماته كمان ان الناتو هو اللي بيحارب روسيا عن طريق اوكرانيا، وان في هدوء جدا في اجابته للاسئله، وانه دلوقتي تقريبا في محاوله لميله السياسي لان يحدث حل لمشكله روسيا واوكرانيا. والحديث ده كان على سكاي نيوز وكان مترجم باللغه العربيه. الحقيقه يعني كان شهادته للصين على حساب امريكا كان غير موفق فيها. راي حضرتك فيها ايه؟ اتفضل يا فندم. صحيح حضرتك في الضلط، وقلت ان هو الاقتصاد القديم الحديث هي بنسميها هنا عوده للاقتصاد الفردي او للسوق الحره. ده كان يعني هذا النظام كان موجود من القرن الماضي واختفى مع التطور الشيوعيه او اتساع الشيوعيه لدول اوروبا الشرقيه، ولكن عاد من جديد ثاني وبقوه، اصبح كل العالم يتبناه فيما عدا طبعا روسيا اللي هي الحد السادس سابقا والصين. وبلا شك ايضا ما يقوله بوتين يعني هي احلام وليست حقائق. فالفرق بين الحاجتين يعني ربما الانسان يتمنى مثلا يقول لك يعني دوله قويه ممكن يزيل امريكا، فهذا حلم، لكن الواقع وارض الواقع ايه؟ فنفس الكلام يعني هو ربما يكون لديه شعارات وقال لديه احلام، ولكن هذه لم تترجم الى واقع بالفعل. هو يغازل طبعا شعبه ويغازل الصين، ولكن على اي حال يعني تبقى برضه امريكا حتى هذه اللحظه اللي احنا بنتكلم فيها التي تسيطر سوق العالمي.